السلام عليكم خوتي المغاربه. اليوم 31 ماي 2019، جمعه مباركه، والله يرحم جميع الاموات ديالنا، الله يسهل علينا وعليكم في هذه العواشر هذه. كنتمنى لبلادنا الامن والامان والازدهار ان شاء الله، والمنطقه ديالنا كامله اكادير والنواحي يكونوا من اجمل المناطق ديال المغرب واقواهم. ملي كنقولوا اقواهم اقتصاديا اجتماعيا في جميع المجالات، وما يمكن لنا الا نكونوا هكاك بالقوه والعزيمه ديالنا ان شاء الله. اليوم كنتواجد في زكان، قبل ما نجي لهاد المدينه هذه اتصلت برئيس المجلس البلدي، استقبلني واحد السيد خلوق، واحد السيد من ذاك الطراز العالي، اعطاني ديال الحوار، اعطاني الاجوبه على الاسئله اللي بغيت. المهم واحد السيد في المستوى. هاد المدينه هذه فيها واحد العامل حتى هو ولد المنطقة، ولد سوس، واحد خدم في إنزكان، واحد السيد حتى هو الله يعمرها دار. ومن كيكونوا هاد جوج الحوايج متوفرين في واحد المدينة من بعد واحد الصراعات اللي دازوا وتشفرت وشي حوايج دازوا هنايا، ما يمكن لنا إلا نستبشروا خير. جيت هاد النهار هذا غنبدا سلسلة الحلقات على إنزكان بسوق الحرية. هاد السوق اللي كتشوفوا مورايا، بعدا قبل ما نبدا بهذا السوق، كتعرفوا بان إنزكان واحد المدينه فقيره، كلشي كيتسحبوا بانه راه هذه المدينه هذه من اغنى المدن. انا براسي كنت غلط، الميزانيه ديالها هي 10 المليار سنويا، 10 المليار 3 المليار كيديوها غير الموظفون، 350 تقريبا موظف، اللي هو كثير، داكشي كثير بزاف عاد بالنسبه لواحد المدينه بحال هكا. مليار و800 كديها شركه ديال النظافه، كتبقى 5 المليار شنو غدير بها؟ واش غتبني بها؟ واش غدير المنشآت الاقتصاديه الاجتماعيه؟ شنو غدير؟ ما يمكنش بهذاك المونطو، ما عندك ما دير. هذا واحد الجانب. دابا باش نرجعوا حتى المنطقه راه فيها غير 14 كيلومتر كاري إنزكان. باش نرجعوا لسوق الحريه، كتعرفوا بان الارض كاينه حوالي هنا 4 الهكتارات. هذه الارض هذه حاولت نتصل بالمستثمر اللي بنى هذا السوق، عييت شحال من مره ما بغاش يجاوب. المهم هاد هنايا الارض ديال الجماعه، خدات واحد المستثمر وعطاته هنايا باش يبني ويستغل الكراء، الكراء كنقول مزيان الكراء، لمده 65 سنه على ما يدخل الاستثمار ديالو. ولكن شنو وقع هنايا؟ المحلات كلهم تباعوا بين 30 حتى 70 مليون، 70 مليون. انا دويت مع شحال من واحد وسولت الناس اللي خدامين وكل شيء، بين 30 و70 مليون. الا ضربتو غير بالثمن ديال 30 مليون ضربتوها في 1637 محل اللي كاين، هي 49 مليار. يعني بنيتي البني دخلتيه ودخلتي كل شيء وزتي لقدام بزاف، ما مقبولاش. وما فهمتش كيفاش السلطه حتى هي جالسه، المجلس البلدي كيقول لك ما عنديش السلطه عليه، لانه كيخلص ليا في دفتر تحملات كيخلص ليا واحد 200 مليون، ومن غيرها ما عنديش حق ندخل فيه. جل المحلات كلهم مسدودين هنايا في سوق الحريه، كلشي مسدود. علاش؟ لان السماسريه شاريين وشادين، ركود اقتصادي. الفراشه عرفتي الطواري دخلت ليها ما يمكنش يدخلوا لها حتى الحيوانات، ما كاينش المحلو، ما كاينش الواد الحار، ما كاين شحال ديال الحوايج. وما فهمتش استثمار ضخم بحال هذا كاين هنايا ومخلي الناس كيفاش يعقل المحلات مسدودين، الناس دخلوا الملايير كلاوها وباسم الاستثمار، باسم كنعاودوا المدينه، ما يمكن شيء، هذا الشيء غير مقبول. خاص السيد العامل يتدخل. دابا السؤال ديالي انا كنت بغيت نقول للمستثمر، انت بنيتي وعندك الكرا 60 درهم للمترو اللي غتكري به للناس، وهاد 65 سنه هي باش غادي تسترجع ذوك الاموال اللي استثمرتي. اليوم دخلتي 49 مليار، على بشحال غيكون تبنى هاد الشيء؟ دونك كل شيء هاد السنوات 65 عام اللي جايه كلها جايه كادو، كلها رباح، ومازال الخير العطي يعطي، راه ما مقبوله شيء. واش مديريه الضرائب؟ واش هاد الشيء الناس كلهم عاطين تحت الطبله؟ هاد الشيء خصو تحقيق، خاصنا نعرفوا علاش. بركه على إنزكان، لان صراع السلطه والمنتخب اللي كان راهما كيخلصوه دابا، كان واحد الفساد من جميع في جميع الميادين وغير اخلاقيه، بعض التصرفات شي حوايج طرات خلصوها الناس ديال إنزكان عاوتاني راه بزاف. هذاك الشيء علاش كنتمنى انا كنقولها ونعاودها، كاين واحد المجلس دابا كيتراسو واحد السيد خلوق طيب، عنده كتبان النيه صافيه باش غادي يخدم. عندنا واحد العامل حتى هو الله يعمرها دار، بركه عندنا من هاد المفسدين
الناس المجتمع المدني دابا هو خصو يلعب الدور ديالو، خاص المجتمع المدني ينوض يخدم، ينوض يعري على شي على واحد بعض الحوايج بطريقه اخلاقيه بطريقه حضاريه، الناس يتعاون، انزكان عندها امجاد، عندها امجاد يعني في ثقافيا، امجاد في الرياضه، خص هادشي كلشي عاود يخرج، وهاد المدينه خصها تكون مزيانه. انا عاوتاني تساؤل اللي عندي وهو علاش هاد سوق السمك هادي عام وهو مسدود عام ونص، هو غير مسدود الملاير محطوطه تما، واد سوس علاش ماشي نقي موسخ وتابع لعماله تنزكان؟ كاين شي حوايج اللي السيد الرئيس راه كاين واحد المجهود كبير خصو يدار لصالح الساكنه، والساكنه تاهي تكون واحد القيمه مضافه عن طريق الجمعيات، عن طريق بزاف ديال الحوايج. المهم راه كاينين حلقات اخرين بخصوص انزكان، بخصوص هاد الاسواق، بخصوص واحد العدد ديال المشاريع، ويكون خير. الله يسهل علينا وعليكم. اخوتي ديال انزكان تحياتي، والى الحلقه المقبله ان شاء الله.